بعد خسارة السوبر ماذا يحدث في الفيصلي؟ والحارس الأفضل في العالم يعلق قفازاته. خليكم معنا بحلقة جديدة من جرينتا لتعرفوا الحكاية بالتفصيل. أهلا بكم. المدرب جمال أبو عابد قدم استقالته فورا بعد خسارة مباراة الإياب بالسوبر أمام الوحدات، سرعان ما تفاقمت الأمور بالنادي ليصل الحال مؤخرا بطلب المدافع العراقي مصطفى ناظم بفسخ عقده، وهو ما حصل أيضا بالتراضي بين الطرفين. ومساعد المدرب ناثر الجرار كمان استقال، والإنجليزي ناثان مافيلا ما بده يفسخ العقد إلا ليحصل على مستحقاته بالكامل. لغاية تصوير الحلقة، المدرب الوطني وابن النادي حسون الشيخ هو اللي راح يقود الفريق في أول مباراة غدا بدور المحترفين أمام الصرب، والقادم بحسب الأخبار الواردة من هنا وهناك راح يكون مدرب عربي. جماهير الفيصل تأكدت بأن الفريق ببطولة الدرع كان الأفضل، ليس بسبب قوة الفريق بل لعدم جاهزية الفرق الأخرى، والأسماء الموجودة قد تكون غير قادرة على تمثيله بدور الأبطال بأفضل صورة بعد ما عودنا الأزرق على أنه يكون خير ممثل للكرة الأردنية في الخارج. الذي يحدث بالفيصلي هو نتاج مشاكل كانت متراكمة إدارية وفنية، بس الفوز دائما بغطي على أي مشكلة، وهو ما كان يحصل في الفترات الماضية. ودائما ما كانت مباراة الكلاسيكو تمنح القوة للفريق الفائز، والفوز أعطى قبلة الحياة للوحدات والدخول غرفة الإنعاش للفريق الخاسر، وهو ما يحصل حاليا مع الفيصل. من وجهة نظري المتواضعة، الإبقاء على حسون الشيخ قد يكون قرار موفق في حال تم إعطائه الثقة والصلاحية الكاملة، علما بأنه راح تكون أول مهمة رسمية له كمدير فني، فيما على الجهاز الفني والإدارة اختيار محترفين جدد على سوية عالية، لأن المهمة بالأبطال مش سهلة أبدا. بشكل رسمي قرر الحارس الإيطالي جان لويجي بوفون اعتزال المستديرة عن عمر 45 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات امتدت 29 سنة، حقق من خلالها كأس العالم والعديد من البطولات مع نادي يوفنتوس، وعلما بأنه مثل بارما وباريس سان جيرمان غير ديانكونيري. وراح نحكي بالحلقة عن حقائق عن مسيرة أفضل حارس بالتاريخ من وجهة نظر كثير ناس وأنا منهم. أولا، بوفون بلش مسيرته كلاعب وسط وبعدها مهاجم، واللي خلاه حارس مرمى والحارس الكاميروني توماس انكونو لإعجابه الشديد فيه ومعتبره قدوته باللعبة، حتى أنه سمى ابنه الأول لاحقا باسمه توماس. ولما صار عمره 16 سنة حصل مع بارما على لقبي كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا، وانتقل بعدها ليوفنتوس برقم قياسي وقتها كحارس مرمى 50 مليون يورو. في 2012 انتخب بوفون نائبا رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم الإيطاليين، هاي كانت أول مرة لاعب نشط بيستلم هالمنصب. خلال مسيرته فاز بأكثر من 50 جائزة فردية، وهو أكثر لاعب مثل المنتخب الإيطالي ب 176 مباراة دولية، علما أنه اعتزل بال 2018. خلال مسيرته مع الأندية لعب 975 مباراة، تلقى 825 هدف، وحافظ على نظافة شباكه كلين شيت في 429 مباراة. حقق كأس العالم مع إيطاليا بال 2006، الدوري الإيطالي حققه 10 مرات، الكأس 6، السوبر 7 مرات، والدوري الأوروبي مرة، وبفرنسا مع باريس سان جيرمان حقق دوري وسوبر. ولسوء حظه إيطاليا حققت اليورو بال 2021، بس وقتها ما كان بقائمة المنتخب، وطبعا تشامبيونز ليج كانت عقدته بعد ما تأهل مع اليوفي للنهائي أكثر من مرة وفشل في تحقيقها. وعن حياته الشخصية، فهو انولد بعائلة رياضية بحتة، والدته ستيلا ماريا كانت تمارس رياضة رمي القرص، ووالده أدريانو بوفون كان رافع أثقال. وسؤال حلقتنا لليوم بيحكي عن كم مرة لعب بوفون بطولة كأس العالم، اكتبوا لنا الإجابة لو عرفتوها بالتعليقات. وقبل ما نختم حلقتنا خلونا نبارك لمنتخب سيدات المغرب بوصوله بالأمس إلى دور 16 من بطولة كأس العالم للسيدات. منتخب الرجال أبدع في قطر، وهن لواءات الأطلس يتألقنا في أول مرة يتأهلنا لكأس العالم. وقبل الختام لا تنسوا تتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لايك على الفيسبوك، فولو على الانستغرام، سبسكرايب على اليوتيوب، واستنونا في الحلقة الجاي. معكم أنا مهند جويلس، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.